أوي أوي أوي، أهلا وسهلا يا عزيز الوجيه، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. من كم يوم صورت فيديو أنا ومحمود إسماعيل، مش الفيديو اللي نزل على قناتي، لا، في فيديو ثاني راح ينزل على قناته، وكنا نتكلم فيه عن أداء الأفلام في هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية ومع الإضراب وما إلى ذلك. بتشوفون الفيديو بعدين، ما أعرف إذا وقت صدور هذا الفيديو بيكون نزل ولا لا، ولكن هو بينزل عنده في مرحلة ما. المهم يا جماعة، قبل كم يوم نزل فيلم بلو بيتل في السينما، وتقدرون الآن تروحوا تتابعونه لو تحبون. فيلم عن شخصية جديدة ومميزة في عالم دي سي، ومصنف لمن هم فوق 15 سنة. والعجيب في الموضوع يا جماعة ان الفيلم حقق ايرادات في اول اسبوع له وصلت الى 43 مليون دولار، علما انه ميزانية الفيلم 120 مليون دولار، وهذا الرقم في عرف افلام دي سي يعتبر رقم قليل جدا كميزانية. ولكن المحزن والمتوقع الى حد كبير بالحكم على اداء افلام الابطال الخارقين في اخر كم سنة، فيلم بلو بيتل اخذ تقييمات للأسف معظم سلبية. اوكي، في ناس مرة عجبهم الفيلم وانبسطوا فيه، ولكن اغلب التقييمات اللي قرأتها للفيلم كانت معظمها سلبية. ناس قالت انه الفيلم ممكن يكون ناجح لو نزل قبل 20 سنة، قصدهم انه اجواء الفيلم والكتابة كده باسلوب قديم شوية. وناس قالت لا والله الفيلم كويس بس راح تستمتع فيه اذا انت مراهق يعني. وناس قالت والله الفيلم هذا مجرد محاولة بائسة لصناعة فيلم بطل خارق جديد. وفي ناس على العكس تماما، لا والله مدحوا الفيلم وشافوا انه كويس واستمتعوا فيه وانبسطوا فيه. وفي ناس قالوا انهم انبسطوا وضحكوا والكوميديا فيه كانت من اروع ما يكون. وفي النهاية تقييم فيلم بلو بيتل يا جماعة على موقع IMDb هو 6.8 من 10، واللي يعتبر تقييم مش كويس الى حد كويس. ولكن مثل ما تعلمنا انا وانت عزيز الوجيه في سلسلة شخبار هوليوود، الحكم في النهاية خليه يكون لك انت. تابع الفيلم، اذا اعجبك اعجبك، ما اعجبك it's fine. دائما حاول تتخذ قراراتك وتحكم على الفيلم بنفسك انت ولا شيء سوى نفسك. شوفوا يا جماعة، يقول لك انت تعرف قيمة اللاعب، لاعب كرة القدم. يب ادري confusing الموضوع، بيلخبطكم شوية، بس لحظة خليكم معي حبة حبة. يقول لك لاعب كرة القدم تعرف قيمته عادة في عدد الاهداف اللي سجلها، عدد الالقاب اللي حصدها، عدد البطولات اللي حققها. ومن هذا الكلام السينما في عدة معايير للممثل او الممثل علشان تعرف ان الممثل هذا ناجح وعليه طلب كثير من شركات الانتاج والمخرجين. على سبيل المثال، اذا شركة الانتاج تبغى توظف ممثل، تروح تشوف الممثل هذا ايش حقق، افلامه في السينما كم جابت ايرادات، كل افلامه مجموع الافلام، الفيلم اللي شارك فيه هذا هل له تأثير وجوده فيه، فكم حققت افلام هذا الممثل من ارباح اجمالا، وكم قدر يجيب جائزة او يترشح لجوائز كبيرة. هذه الاشياء هي اللي تحدد قيمة الممثل. فعلى سبيل المثال علشان اوضح لكم الفكرة اكثر، احد الممثلات اللي زاد عليها الطلب مؤخرا هي الممثلة فلورنس بيو. وتخيلوا انه ايرادات جميع الافلام اللي شاركت فيها مؤخرا هذه الممثلة كدور بطولة طبعا تجاوزت 2 مليار دولار. كل الافلام اللي شاركت فيها فلورنس بيو في اخر كم سنة جابت 2 مليار دولار. هذه من ناحية الأرباح، البنت قاعد أفلامها قاعدة تجيب فلوس. طيب ورينا جوائزها. البنت ترشحت لأكثر من 95 جائزة وفازت ب38 جائزة منها. وبكذا عزيز الوجيه أحب أقول لك أنت صرت تعرف كيف تقاس قيمة الممثل هذه الأيام. الآن فلورنس بيو تقدر تطلب راتب 10 مليون لكل فيلم يجيها بالراحة، ما لا يقل عن 10 مليون. طبعا شاركت معاكم هذا الخبر لأنه دوبه طلع هذا الرقم هذا التصريح في فترة قريبة. البنت أثبتت وجودها في الساحة، زاد الطلب عليها، أفلامها قاعدة تجيب فلوس وترشيحاتها كويسة، فارتفع قيمة الممثلة أو ارتفعت قيمة الممثلة وقيمة رواتبها وما إلى ذلك، وزاد الطلب عليها بشكل عام. وفيلم إلمنتال يا جماعة نزل بجودات عالية، أحد أفلام بيكسار اللي يعني الفترة الأخيرة ما كانت تتميز بأفلام كويسة، ولكن للأمانة فيلم إلمنتال من الأفلام الجميلة اللي تقدر تستمتع فيها أنت وأهلك وأطفالك وما إلى ذلك. فيلم يتكلم عن العناصر الطبيعية، عنصر الماء، عنصر النار، عنصر الهواء، أشياء كثيرة كده متجمعة في فيلم واحد بشكل مرة جميل ورهيب. وفي رسالة الأمانة في الفيلم كانت جميلة، كان بإمكانهم يخلوا الفيلم أفضل وأجمل، وكان في فرص تحسين كثيرة في الفيلم أو في قصة الفيلم، ولكن بشكل عام الفيلم كان كويس واستمتعت فيه، وأنصحكم برضو أنكم تتابعوا من التلفزيون أو من اللابتوب
او من البي سي او من الجوال. انا تعبت معاك تعبت معاك خلاص، تابع من اللي تتابع يا شيخ. لو عندك جوال باندا تابع فيه، ايش اسوي لك انا؟ واذا انت من محبي افلام الرعب، في فيلم حاليا جالس يعرض في السينما وللامانه مسوي شغل مره كبير والناس مره جالسه تمدحه. انا مش من محبي افلام الرعب، ولكن اذا انت من محبي افلام الرعب الفيلم هذا لا يفوتك. الفيلم جالس يضخ فلوس مقارنه بميزانيه الفيلم ومقارنه بطاقم الفيلم. الفيلم ما فيه ناس معروفين كثير وميزانيته مرة منخفضة، ومع ذلك قدم مستوى جيد جدا من ناحية التقييمات ومن ناحية الفلوس. تخيلوا يا جماعة أنه ميزانية الفيلم 4.5 مليون دولار، ومع ذلك إيراداته تجاوزت 45 مليون دولار. أنت شايف قديش الفيلم جاب فلوس؟ ياب، هذا هو الربح اللي نتكلم عنه. ميزانية بسيطة، ربح جدا ضخم. عموما الفيلم مصنف رعب ومدته جدا قصيرة ومتواضعة مقارنة يعني بمدة الأفلام، تقريبا 1.5 ساعة وتكون خلصت الفيلم، ومتوفر في صالات السينما، وتقييمه يفترض انه قاعد يعطيك انطباع جدا كويس عن الفيلم، 7.5 من 10. ياب، تقييم مرة كويس، والفيلم حاصل على مراجعات إيجابية بشكل ما كنت متصوره صدقا يعني الأفلام الرعب. فلو تبحث عن شيء في السينما، فيلم Talk to Me راح يكون خيار جدا كويس اذا انت من محبي افلام الرعب. ومسلسل The Peripheral من امازون برايم، واللي تم عرض موسم واحد منه، قررت امازون برايم انها تلغي المسلسل وتجهضه قبل ما يكتمل. وبيني وبينكم احس انه افضل قرار سوته امازون صراحه. اوكي، المسلسل بدا بشكل كويس، قصه مثيره للاهتمام، ستوري لاين مره جذاب، ولكن لما تيجي تشوف السيناريو المسلسل بدا ياخذ كذا منحنيات وبدا يصير معقد اكثر من اللازم وبدا يصير كذا ممل صدقا. يعني اول كم حلقه كان ممتع وبعدين صار يلا يلا كمل حلقات، ولكن ليش لا، جرب تتابع الموسم الاول. اوكي، بتشوف قصه غير مكتمله بس ممكن يعجبك هذا الجو من الافلام، عن بنت تقدر تسافر عبر الأبعاد بواسطة جهاز معين. هي كانت تعتقد إنها جالسة تدخل داخل عالم افتراضي، ولكن لاحقا تكتشف إنها جالسة تسافر بين الأبعاد. وفيلم ذا فلاش ينهي جولاته في السينما أخيرا، ولكن بفشل يعتبر إنه مش ذريع ولكنه فشل. فيلم ذا فلاش أنهى رحلته في صالات السينما بعد ما جمع 268 مليون دولار أمريكي، وللأسف يصنف فيلم ذا فلاش من أسوأ أفلام دي سي تحقيقا للأرباح، لأنه ميزانيته 220 مليون دولار غير الفلوس اللي صرفوها على التسويق، ينزلوه في السينما ما يجيب الا 268. اح، فيلم ذا فلاش للأمانة انا تابعته يا جماعه، اوكي كان في فكره مره جميله، لما تقرا الستوري لاين واو ياب الفيلم ذا بيكون ممتع. ذا فلاش يحاول يسافر عبر الزمن ومن يعرف ايش، ويدخل في كون موازي وخط عالم ثاني مدري ايش، كلام كثير شيء جذاب كذا لما تقرا القصه، بس تعال على التنفيذ فوضى فوضى يا رجل، التنفيذ فوضى. مشهد بداية الفيلم اللي المفروض يكون أكثر شيء جذاب ويخليني أكمل الفيلم لنهايته، بغيت أوقف الفيلم. إيش أم السبهلة الذي أطفال طايحين وسي جي آي مضروب، إيش فيه؟ ما أدري ليش اختاروا هذه الفكرة بالتحديد، أطفال يطيحوا من مستشفى بيبيز ويحاول ينقذهم. الفكرة حلوة بس التنفيذ كان مرة سيء. السي جي آي حرفيا انت قاعد تشوف صلصال، قاعد تشوف شخصيات 3D، ما في شيء حقيقي. السي جي آي كان سيء. فتخيل انه مشهد البداية كان مرة معطوب لدرجة اني بغيت اسحب على الفيلم، ولكني ضغطت على نفسي وكملته، وبالفعل كان ممتع الى حد جيد. ما راح اقول لكم انه سيء، ما راح اقول انه عظيم، ولا راح اقول انه جيد جدا، بقول لكم انه كويس. بس تدرون يا جماعة انا زعلان من ايش؟ انا زعلان من حاجة واحدة بس، التسويق والكذب اللي صار قبل عرض الفيلم. يقول لك الفيلم في العرض الأولي وصفه المتابعون والنقاد بأنه أفضل أفلام دي سي، وقد يتخطى قوة وروعة وجمال أفلام كريستوفر نولان حق ذا دارك نايت. يقلع أم الكذب ليه؟ أوكي اكذب بس خليك منطقي في كذبك، يعني احترم عقلي يا كذاب. كيف تبغى الناس تحترمك يا دي سي وانت جالس تكذب عليهم زي كذا بالتصريحات التعبانة دي؟ عموما فيلم ذا فلاش متوفر بجودات عالية، تقدروا تتابعونه متى ما حبيتوا من أي مكان بكيفكم. وما زالت حملة إضراب الممثلين والكتاب مستمرة، وإلى الآن ما في أي أخبار لا إيجابية ولا سلبية. المظاهرات ما زالت مستمرة والمسيرة ما زالت مستمرة، مطالبات الكتاب والممثلين في حفظ حقوقهم مطروحة. الصناعة يا جماعة إلى الآن متضررة، الضرر ممكن لسه ما شفناه ولكن الضرر واضح وراح يصير. أعمال كثيرة متوقفة، مسلسلات، أفلام، أنيميشن، أشياء كثيرة متوقفة. ولكن بما أنه يعني صار في فترة كذا معينة وطويلة من يوم بدأ الإضراب، فأتوقع أننا قريبا راح نبدأ نسمع أخبار إيجابية، لأنه هوليوود في النهاية تبغى تنقذ الصناعة. انت تتكلم عن اقتصاد دولة، هوليوود محرك رئيسي في اقتصاد امريكا، فاذا ما حلوا مشكلة كبيرة زي كده في وقت قريب متى راح يحلوها؟ الحل قريب
بس متى الله أعلم. ولكن بالنسبة لآثار الإضراب هذا ومتى راح تبدأ في صالات السينما ونشوفها فعلا مسوية مشاكل، ممكن بعد 6 شهور، بعد سنة نبدأ نشوف الأفلام اللي تأخرت وكان مفروض تنزل، ممكن نشوف السينما ما فيها أي أفلام كويسة نقدر نشوفها بسبب الإضراب اللي صار في الفترة الماضية. لوغن بول، ليش لوغن بول عندنا في السلسلة يا مخرج؟ أوكي بكمل. لوغن بول يقول دخلت فيلم أوبنهايمر وما قدرت أكمله، كل اللي في الفيلم يتكلمون ويسولفون بس. حلو، اللي بعده إحنا ناقصين. وفيلم ترانسفورمرز رايز أوف ذا بيست يصنف الفيلم الأقل تحقيقاً للأرباح في السلسلة. كلنا نعرف سلسلة المتحولون، كلنا نعرف سلسلة ترانسفورمرز، سلسلة كبيرة ولها جمهور كبير حول العالم. الأجزاء الأولى للسلسلة كانت تقفل المليار بالراحة، بالراحة كانت صالات السينما تزدحم وتنهار. ولكن سلسلة ترانسفورمرز أرباحها بدأت تصير أقل مع تقدم ومع نزول أجزاء جديدة. في البداية كانوا يجيبوا المليار بالراحة، جابوا المليار مرة ثانية، شوية نزلوا 800 مليون، شوية 700 مليون، وآخر جزء للأسف جاب 438 مليون دولار فقط. واضح انه الناس ايش بدأت تطفش من سلسلة ترانسفورمرز، او انه القصص بدأت تصير ركيكة ومكررة وما في اي شيء مميز. انا صراحة كنت من الناس اللي مرة استمتع بسلسلة ترانسفورمرز بالذات الاجزاء الاولى، بس للامانة فعلا مؤخرا ما عاد صارت تهمني كثير. يعني اذا نزل فيلم جديد اقول اوكي ممكن اتابعه، يعني حتى الفيلم هذا تابعته 3 مرات كذا، مو 3 مرات دفعة واحدة، لا يعني على 3 دفعات الين قدرت اكمله. الفيلم مرة يجيب أم النوم، على أنه ما زال فيه الأكشن والتحولات والحركات الحلوة ذيك، بس ما أعرف، واضح أنه فعلا خلاص السلسلة فقدت قيمتها والتكرار بدأ يصير ممل، كونه أصلا ترانسفورمرز الكتابة فيه ما هي بذيك القوة. يا عمي فيلم بامبل بي، فيلم بامبل بي واحد من أجمل أفلام السلسلة، أوكي مش عظيم بس كان فيلم ممتع ورهيب ولطيف، جاب 460 مليون دولار. فما أعرف صراحة، شوفوا لكم صرفة يا ترانسفورمرز، أفلامكم درى بتخسر قريب ولا بعيد، فأضبط أمور. وموسم ثاني لشخصية جروت وراح يتكون فقط مثل الموسم الأول من 5 حلقات، ولكن الموسم الأول يا جماعة كان 5 حلقات ومدة ال5 حلقات كلها مع بعض لو جمعتها تطلع 25 دقيقة أي 5 دقائق لكل حلقة، ولكن الموسم الثاني كل ال5 حلقات مدتها 15 دقيقة. وزع ال15 دقيقة على 5 حلقات كم تطلع؟ كل حلقة 3 دقائق حاجة زي كده، يعني حرفيا تتابع الموسم الأول من جروت، تابع الموسم الثاني من جروت، واكلك لسه ما خلص. وفيلم قادم للمخرج زاك سنايدر على منصة نتفليكس بعنوان ريبل مون، بتصنيف مغامرة وأكشن وخيال علمي داخل قالب درامي، راح تدور أحداث الفيلم في الفضاء. حلو، زاك سنايدر يحب الخيال العلمي وما راح يطلع برا الخيال العلمي، في شوية مستعمرات وأقمار وما إلى ذلك، وتصير معارك ومشاكل، ويظهر بطل منقذ ومحرر للشعوب يخلص المشاكل اللي صايرة في أم الفضاء ذاك. وقت تصوير الفيديو ما كان نازل من الفيلم إلا تيزر بسيط، والتريلر بينزل في فترة قريبة أو بكرة بالتحديد، ولكن وقت نزول الفيديو وقت المونتاج إذا شفتوا التريلر حطوا لكم فاعرف أنه وقتها قيد نزل التريلر، وإذا حابين تشوفوا التريلر كامل راح تلاقوه موجود على اليوتيوب. نتفليكس جالسة تضبط زاك سنايدر، بس ينقصكم حاجة واحدة يا نتفليكس، ضبطوا زاك سنايدر بكاتب وسيناريست محنك بس، وصدقوني حنشوف أفلام في قمة الروعة. هو كمخرج مبدع زاك سنايدر، ولكن يحتاج له بس كاتب كويس وبيصير فول باكيج. تعرفون الممثل تشارلز مارتنت؟ يو انت كيف ما تعرف؟ ايوه هذا الممثل اشهر من نار على علم. طيب حلو، حتى انا صراحة ما عرفته الا لما قرأت الخبر هذا. هذا الممثل والفويس اوفر لشخصية سوبر ماريو في عالم نينتندو، ما نتكلم عن الافلام، نتكلم عن الالعاب. لما كنت تلعب سوبر ماريو وانت صغير او وانت كبير او قبل كم يوم وتسمع صوت ماريو يتكلم ويطلع الاصوات الرهيبة والظريفة هذيك، احب اقول لك انه الممثل تشارلز مارتنت هو اللي كان يؤدي صوت ماريو، ومن متى؟ منذ عشرات وعشرات السنين هو نفس المؤدي. المهم وبعد عمر طويل المؤدي الصوتي لشخصية ماريو تشارلز وصل إلى نهاية رحلته وقرر أنه يعتزل الأداء الصوتي. النهاية الرجال صار كبير في العمر يا جماعة، هيقعد يؤدي سوبر ماريو إلى متى؟ أي صوت مستقبلا لشخصية سوبر ماريو ما راح يشارك فيه، وآن الأوان لاستبداله بممثل آخر أو بالذكاء الصناعي إذا وصلتوا لاتفاق كويس يعني. يا وجيه الناس جالسين مسوين اضراب وانت قاعد تقترح اقتراحات زي وجهك. ولكن يا جماعه صرحت نينتندو قالت انه راح يظل السفير الرسمي الخاص بشخصيه سوبر ماريو لنينتندو حول العالم. والله ما كنت اعرفه،
ولا عرفت اسمه اللي في فيديو اليوم، ولكن نوجه له تحية لأنه صنع لنا الكثير والكثير من الذكريات في صوته المميز، وأنا متأكد أنه خبر التقاعد بالنسبة له مش كويس، فالله يعينه. فيلم ذا ميج الجزء الثاني اللي قبل فترة قلت لكم لو تحبون الأكشن المبالغ فيه والخراط والكذب تابعوه، ترى كويس تستمتعوا فيه، أدرينالين وفلة وجنان وجيسون ستيثم والخراط هذاك مرة كويس. تخيلوا أنه فيلم ذا ميج الجزء الثاني قدر يهزم فيلم ذا فلاش من ناحية تحقيق الإيرادات وجاب 300 مليون دولار. دي سي ايش قاعدين تسووا؟ فيلم ذا ميج اللي كله ديناصورات واسماك قرش ومضاربات واكشن وكذب يا واد كذب الين تدوخ، يجيب 300 مليون دولار بالراحة، وفيلم ذا فلاش اللي لكم تسوقوا له من يوم ما ادري كم سنة ما قدر يجيبها. احا لا وازيدكم من الشعر بيت. فيلم ذا ميج الجزء الثاني جاب 300 مليون دولار وميزانيته 129 مليون دولار. واضح انه جيسون ستيثم سوقه ما زال شغال حريقة. واضح انه افلام الاكشن والخراط والاشياء اللي فيها كذب مبالغ فيها والاكشن المبالغ فيه ما زال الطلب عليه شغال زي اللوز في صالات السينما وفي كل مكان حول العالم. فجربوا اي دي سي، جربوا كذا مثلا تسووا فيلم فيه كذب كذب مره مبالغ فيه، وتجيبوا جيسون ستيثم كبطل خارق بيجيب لكم فلوس اذا انتم تفكروا في الفلوس يعني. عموما ذا ميج 318 مليون في اضراب ومشاكل وقله حياه، كمون دين. اوكي 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 يا جماعه، فيلم باربي الى اين؟ الى اين يا فيلم باربي؟ ناوي تطيح افاتار والتايتانيك والعيال اللي فوق متكي، ايش في الى اين؟ ترك شويه فيلم وردي في وردي يعني، لا تفلها بزياده. باربي يا جماعه في خامس اسبوع له في صالات السينما وصلت ايراداته الى مليار و280 مليون دولار، ويبدو ان فيلم سوبر ماريو اقترب سقوطه للاسف، مع انه سوبر ماريو ناويين يعيدوا طرحه في صالات السينما. عارفين ايه قرب من انا باربي افقع عنه شويه. ايرادات ماريو الى تاريخ هذا الفيديو وصلت الى مليار و355 مليون دولار، يعني لو باربي حافظ على مستوى ادائه كمان الاسبوعين الجايه بيكون صار هو المركز الاول كاعلى فيلم تحقيقا للايرادات في سنة 2023 بدلا من سوبر ماريو. وبالحديث عن باربي يا جماعة، الفيلم ما زال محافظ على تقييم 7.4 من 10، والرقم هذا مثل ما تكلمنا 20 ألف مرة في عرف الأفلام يعتبر تقييم جدا كويس. وحرفيا يا جماعة انقسم العالم في تقييم هذا الفيلم إلى قسمين واضحين جدا. أول حاجة خلونا نتفق يا جماعة إنه ما في أي أحد وصف فيلم باربي بأنه فيلم عظيم، أوكي؟ سواء كانوا من المطبل ولا كانوا من الناس اللي قيموا تقييمات سلبية، لأنه في النهاية ترى فيلم تجاري كمون، حاجة تروح تضحك فيها تضيع وقتك وتخرج من السينما وانتهى. عموما الجمهور تجاه فيلم باربي انقسموا إلى قسمين، جزء كبير منهم قالوا إنه الفيلم سيء وما فيه أي رسالة، بالعكس كله أجندة وقلة حياة وسبهللة، وجزء آخر قال لك لا يا بوي الفيلم ممتع ظريف وردي والناس فل رقص استهبال عيش حياتك، ايش مزعلكم في الفيلم يا جماعة؟ ولكن ما عليك من الكلام هذا كله، انت عزيزي الوجيه هل تابعت فيلم باربي في السينما ولا لا؟ ولو تابعته كم تقييمك للفيلم؟ عادي اكتب لي مراجعة تحت الفيديو، ليش لا؟ انا لا 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 انا يا حبيبي انا اصلا ما احب اروح السينما كثير الا في الافلام المره مهمه، فبنتظر باربي ينزل بنسخ جيده على الانترنت واروح اتابعه، وفي مفاجاه في اخر الفيديو بتنبسطوا فيها فخلوكم معنا. وبطبيعه الحال يا جماعه، وبما اننا تكلمنا عن فيلم باربي اكيد لازم نتكلم عن اداء الفيلم العظيم والاوسكاري بلا شك، فيلم اوبنهايمر. واحب اطمنكم يا جماعه ان فيلم كريستوفر نولان او فيلم اوبنهايمر وكفيلم سيره ذاتيه مدته 3 ساعات ما زال أداؤه جدا في قمة الروعة والإبداع في ظل الظروف اللي جالسة تمر فيها السينما والعالم بشكل عام. الأسبوع الخامس لفيلم أوبنهايمر في صالات السينما قدر أنه يكسر حاجز 700 مليون دولار بالراحة، أو بالتحديد وعلشان أكون دقيق معك 717 مليون دولار. فيلم ميزانيته 100 مليون دولار ويحكي سيرة ذاتية ومدته 3 ساعات وكله حوارات وقليل الأكشن فيه، ومع ذلك قدر أنه يجيب 717 مليون دولار. يا أبو عزيزي الوجيه إنه نولن، ارمي له أي فيلم في السينما شيل بلس 500 مليون ما فيها كلام. وبالنسبة لتقييم فيلم أوبنهايمر على موقع IMDb فما زال محافظ على مستواه إلى الآن، الفيلم إلى الآن تقييمه 8.6 من 10 وبعدد مصوتين تجاوز 360 ألف شخص. تقييمات الأفلام على موقع IMDb إذا كان عدد المقيمين قليل فسهل إنه يرتفع وسهل إنه ينخفض، ولكن لما يكون عدد المقيمين ضخم زي كذا 366 ألف شخص وتقييم الفيلم 8.6 من
10، فصعب جدا انه يرتفع، صعب برضو جدا انه ينزل. فغالبا هذا هو التقييم الرسمي والنهائي اللي نقدر نتكلم فيه عن فيلم اوبنهايمر الى فترة طويلة. ففيلم اوبنهايمر من ناحية الايرادات مسوي شغله، من ناحية التقييمات مسوي شغله. حبوا اصدمكم بمعلومة، ما ادري اذا بتصدمكم ولا لا، ولكن فيلم اوبنهايمر تجاوز ايرادات فيلم انترستيلر اللي جزء كبير من العالم ومن عشاق كريستوفر نولان يشوفوه أفضل أفلام في مسيرة كريستوفر نولان. ولكن الفرق بسيط يعني لا تتوقعوا كثير. فيلم انترستيلر إيراداته 715 مليون، وفيلم أوبنهايمر إيراداته 717 مليون، واللي غالبا راح تصل إلى 750 مليون دولار بنهاية الجولة، وممكن تقترب من 800 مليون. عموما ما يهم، أوبنهايمر ولا انترستيلر كلها تحف فنية للأمانة. وختاما يا جماعة، أنا قلت لكم في نهاية الفيديو في مفاجأة وحركات، صح؟ فيلم باربي راح ينزل بعد 15 يوم وتشوفه في صلاة السينما، لا مش في صلاة السينما، تشوفه من البيت، من الجوال، من اللابتوب، شوفه من أي مكان يا شيخ، وانت نايم وانت صاحي شوفه بطريقتك. بعد 15 يوم شوف فيلم باربي، ما يحتاج تروح تشوفه في السينما مع الكلام. وبحكم اني جبت لك الخبر الحلو هذا، بدل ما تروح تتابع فيلم باربي في السينما، اضغط على زر شكرا وحط قيمة التذاكر وزبط الوجيه، هاشتاج زبطني. الله يعطيكم العافية يا جماعة. لاحظوا انه ما قلت لكم في بداية الفيديو لايك واشتركوا، ما حبيت ازعجكم لان حسيت اني قروشتكم الفترة الاخيرة، فزبطوا المظبيط، يعني زبطوا المظبيط ما يحتاج، اوكي الامور طيب. الله يعطيكم العافية، كان معاكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.